كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. مشروع كيدز أريا، المشاريع الجديدة التي بدأت بالانتشار في المدن الكبرى وبعضها يحقق أرباح كبيرة شهريا. وكيدز أريا لمن لا يعرفون هي عبارة عن منطقة أو مكان مخصص يحتوي على أنواع مختلفة من الألعاب، يتم الدخول إليه برسوم معينة ليكون من حق الأطفال أن يلعبوا على تلك الألعاب كيفما شاءوا، مع تخصيص طاولات وكراسي لجلوس الأهل، حيث يمكنهم تناول المأكولات والمشروبات ومتابعة أبنائهم وهم يلعبون ويمرحون. وفي الحقيقة تشهد مشاريع الكيدز أريا إقبال شديد، فالأهل يعتبرونها أفضل من الأندية الاجتماعية التي لا يستطيع أطفالهم الحصول فيها على نفس الكم من المرح والسعادة، إضافة إلى أن الأهالي أنفسهم يحصلون على مرح أكثر ويتعرفون على أصدقاء جدد من خلالها. لذلك إذا كنت تخطط لاستثمار أموالك في مشروع جديد غير منتشر بكثرة ولديه فرص نجاح مرتفعة، فإننا نقترح عليك مشروع كيدز أريا كمشروع تتوافر به تلك الصفات. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.